رفعت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان دعوى لدى المفوضية الدولية العليا لحقوق الإنسان ضد الإدارة الأمريكية بخصوص الحجز التعسفي، وما قالت إنه تعذيب مورس ضد مصور الجزيرة المعتقل في غوانتنامو سامي الحاج. وجاء في حيثيات الدعوى أن القوات الأمريكية تخالف القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والإنسانية لسامي الحاج. ومعنا في الاستوديو الدكتور فوزي صديق، أستاذ القانون الدولي في جامعة قطر. دكتور فوزي، يعني هل القانون الدولي عاجز عن إجبار السلطات الأمريكية على مراعاة ظروف سامي الحاج؟ للأسف الشديد هذه الكلمة صعبة قولها ودائما نرددها للطلبة، ولكن عاجز إن لم أقل تم إقباره في غوانتنامو. إذن على هذا الأساس منظمة الكرامة الإنسانية تحت رئاسة المحامي رشيد مليسي قامت بإجراءات تعرف هذه الإجراءات الغير التعاهدية في تنظيم الحقوق للأمم المتحدة، وبالتالي رفعت شكاوي ضد لدى فريق التابع للأمم المتحدة خاص بالحجز التعسفي، وكذلك لمقرري الأمم المتحدة الخاصين بالتعذيب وكذلك بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب. وبالتالي هذه الإجراءات ستطول أو تقتصر، وننتظر ردود الولايات المتحدة في هذا الشأن لمختلف التساؤلات التي طرحت، تساؤلات قانونية بعيدا عن العاطفة أو التسييس. إذن طيب في هذه الحالة، يعني ما هي فرص تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة لسامي الحاج من رفع هذه القضية؟ النتائج لعل تكون نتائج إيجابية كنوع من الضغط الدولي وكذلك نوع من تحريك المجتمع الدولي، لأن في جميع الأحوال ممكن رفع هذه القضية إلى لدى لجنة الأمم المتحدة التابعة، لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقد تتخذ إجراءات زجرية وتحاول كذلك استنطاق بعض المعاهدات الدولية وكذلك كشف عورات الولايات المتحدة في هذا الشأن وبالأخص معتقل العار في غوانتنامو. دكتور فوزي وصديق، شكرا جزيلا لك. شكرا.